لما نروح على جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، والجائزة دي على فكرة بيبقى فيها صراع قوي جدا بخلاف الترشيحات الفنية أو التصويت المدربين. صلاح بينافس ميسي ورونالدو على جائزة الجمهور أفضل لاعب على مستوى التصويت الجماهير. صلاح داخل في منافسة مع 10 لعيبة، ولكن أبرز المنافسين ليه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. طيب لما نخش على جائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، هتلاقي فيها النجم المصري وحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي. مين معاه في الجائزة دي كمان؟ عبد الرازق حمد الله لاعب اتحاد جدة والنجم المغربي، كريم بنزيما اتحاد جدة، مراد باتنا الفتح السعودي، سالم الدوسري الهلال السعودي، روميرو العين الإماراتي، أولانجا الدحيل القطري، رياض محرز أهل جدة، علي مبخوت في الجزيرة الإماراتي، إيجالو لاعب الوحدة، تاليسكا لاعب النصر والمهاجم الكبير جدا لفريق النصر، كريستيانو رونالدو أيضا مهاجم النادي النصر. نروح بقى للأبرز والأهم، النادي الأهلي بينافس السيتي على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم، وغياب بارز جدا لنادي ريال مدريد.